عليه دور خدمي لازم يأديه لأهالي دايرته. أول مشكلة معانا النهاردة وصلتنا من أحد المواطنين اللي ساكنين بمحيط مستشفى أم المصريين في الجيزة، بتكشف عن تلوث مياه الشرب زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. حالا هنعرض لكم. أيوه، الهيئة العامة الاقتصادية زي ما هو مكتوب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي. طبعا موضوع المياه بنقول تاني انها ملف مهم جدا، متعلق بحياة المواطنين، متعلق بأمراض وأوبئة بنعاني منها، والناس بتعاني منها بقالهم عقود طويلة من الزمن من كتر ما أهملنا موضوع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي. أحمد عطا، محمد عطا عفوا من الجيزة، هو اللي بعت ما أنا قلت أحمد عطا في الأول. أحمد عطا أهلا بيك واتفضل. السلام عليكم. أهلا بيك يا أحمد، اتفضل. أهلا بحضرتك. أنا دلوقتي أنا المياه اللي أنا بعتها لحضرتك دي، أنا كنت قاعد يعني مع احترامي يعني لكل اللي سامعني، أنا كنت أعمل شاي فبنزل يعني المياه في الكاتل، فلقيت المياه غريبة شوية، فحطيت الكوباية معايا حضرتك؟ معاك. فقلت ابص اشوف فيها ايه، ممكن يكون مثلا ميه اللي هي من المواسير مثلا اللي هي بتنضف ولا حاجه. يعني هي حصلت قبل كده برضو نفس الموضوع. وجات لك الميه بيضة كده زي اللي في الصوره؟ لا، في الوقت ده ما جاتش تاني. يعني انا فضلت فاتح الميه، فضلت منزله الميه بالمنظر اللي انتوا شايفينها كده. وبعدين؟ بس فطبعا انا مش عارف بقى ده من ايه، فبعدت عن الحنفيه بقى والشرب والكلام ده كله منها، فروحت بقى جبت ميه من بره، فقضيت يومي يعني يومي من بره وكده. يعني اقصد الميه يا احمد لسه شغاله بالشكل ده ولا اتقطعت خالص؟ لا، هو دلوقتي الميه شغاله بيضة تمام، عاديه ما فيهاش اي حاجه. ما فيهاش اي حاجه. يعني قصدك ان دي كانت حدث ساعتها كده وخلاص وعدى؟ في الوقت انا كنت فاكر بقى من المواسير وكده، فاكتشفت ان الموضوع بقى مش عندنا بس، عند ناس كتير في الجيران يعني. بعتها لحضراتكم عشان نشوف فيها ايه. طبعا يا احمد. طب احتفظت بشويه لتحليلهم او لا؟ للاسف انا ما جاش في بالي والله الموضوع يعني ده. لا، كان لازم يجي في بالك. هقول لك ليه يا احمد. احنا بنقول احنا في عصر جديد دلوقتي، واي مسؤول هيأثر لازم هيدفع ثمن تقصيره، صح؟ اكيد طبعا. وعندك نائب كمان بيعبر عن صوتك وبيوصل مشكلتك، مش كده؟ يبقى انت لما تلاقي حاجه زي كده لازم الناس تبقى فاهمه حقوقها، تعرف انك ممكن في نفس اللحظه دي تروح تحلل الميه وتطلع تقرير، او تروح بيها على القسم تعمل بلاغ. في حاجات كتير ممكن تتعمل علشان تواجه المسؤول بغلطته، مش في يعني اربع او خمس مسؤولين قبل الوزير، في اربع او خمس مسؤولين، حد منهم لازم يعرف ان الميه شكلها كده. انت خدت بالك، ممكن حد تاني ما ياخدش باله، ينزلها من الحنفيه على طول على براد شاي او على حله هيطبخ فيها اكل الاطفال. المسائل انا عندي في البيت الجماعه ما يعني ما ياخدوش بالهم من شكل الميه. ايوه طبعا، بالظبط ده اللي انا بقوله لك. فانت ايجابي، احنا بنشكرك جدا احمد. وقول لي انت في اي مكان في الجيزه بالظبط؟ انا في ميدان الجيزه طبعا، يعني المدخل اللي هو بتاع شارع المحطه في ميدان الجيزه. يعني في قلب يعني في قلب المدينه، في المحافظه، في مكان رئيسي، لا انت في ارياف ولا في قريه نائيه مثلا. طيب انا بشكرك يا احمد. كمان حصلت قبل كده. العفو يا فندم. طيب معانا تليفون تاني. طيب خلينا نروح للاهليه. مشكله الصرف الصحي كمان، اني جات لنا مشكله من اهالي مساكن قلو ونجيل تقريبا اسمها كده في المنصوره في الدقهليه، بيعانوا من غرق المساكن في مياه الصرف الصحي، كمان دخلت على مياه الشرب اللي لسه متوصله من 3 شهور بس. يعني شبكه الميه بتاعتهم معموله من 3 شهور، وزي ما احنا شايفين المناظر دايما المشروع لا يكتمل، يعني دايما نبدا وبعدين نعك اللي احنا بداناه، قبل ما يكتمل يكون باظ، الفلوس تهدر وصحه الناس تروح والبلعات ما تتقفلش. الاهالي بيقولوا ان ما حدش من المسؤولين سائل فينا. نشوف اشرف من الاهليه اللي بعت لنا الصور، اتفضل يا اشرف. مع حضرتك سامح. سامح، طيب يا سامح اتفضل. البلعات اللي قدام حضرتك دي كلها احنا عملنا لها غطيان على حسابنا. كل البلعات المفتحه قدام حضرتك دي مش بلعات، دي اصلا مواسير المال حلوه، المجاري دخلت عليها. يعني دي مش ميه وحشه، ده دي المجاري دخلت عليها. من كثر ما الميه اتملت ملت تحت العمارات، طبعا الاساسات راحت، العمارات دي جديده، الاساسات راحت.
طيب وانتوا نشدتوا المسؤولين؟ كلمتوا حد؟ عملتوا بلاغات؟ انا رحت نشدت المسؤولين، وبتوع الاسكان جم عملوا معاينه وقدم وراحوا قدم للمحافظ، ادوله تقرير بالكلام ده اللي هو المحافظ اللي فات. يعني وزاره الاسكان انت عايز تقول عملت اللي عليها، جات وعملت معاينه وادت التقرير للمحافظ؟ كده عندنا حضرتك ان الميزانيه اصلا الميزانيه تبع وزاره الاسكان، ميزانيه الصرف تبعنا. بس هم لازم بيتوجهوا الاول للمحافظه، والمحافظه هي اللي بتنسق معاهم. طيب انا ما حدش راضي يكمل بقيه الخط يعني جم صار. بس وزاره الاسكان جت وعملت تقرير وانتهى الموضوع لغايه كده؟ وانتهى الموضوع. رحت الحي قالوا لي مش اختصاصنا، رحت شبكه الصرف قالوا لي مش اختصاصنا. طب يا جماعه اختصاص مين؟ لا هو اختصاص وزاره الاسكان طبعا. الو ايوه انا مش انا أيوة سامعاك بس الصوت بيقطع شويه يا سامح. بص هو لا اختصاص وزاره الاسكان، ولكن انت شايف انه مين المقصر او المساله دي بقى لها قد ايه من بعد ما اتعمل التقرير؟ هل عدى وقت طويل؟ ده عدى، احنا بقالنا داخلين في سنه حضرتك. احنا بننضح على حسابنا وبنجيب عربيات على حسابنا، والجماعه برضو جيراننا جايبين. طيب انتوا عندكم اصلا شبكه صرف صحي وبايظه في ولا جنبنا في جنب؟ لا احنا ما عندناش، بس في جنبنا شبكه صرف المفروض اللي احنا نتوصل عليها. وعندكم المشروع اشتغل عندكم في منطقه المساكن دي ولا لا؟ المشروع ايه؟ المشروع الصرف الصحي يعني. كانوا شغالين عندكم شبكة حفروا وعملوا اي حاجه؟ لا 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 ما حفروش. طيب هو بس وصلوا 80 شقه دولت على الترانش الكبير ده. وطبعا ده الترانش ايه، ده احنا 13 اسره بس اللي ساكنين، ده لو ال 80 سكنوا حضرتك المنطقه دي كلها تغرق طبعا. بشكرك يا سامح، بس قولي المنطقه بتاعتكم بالظبط. يعني مدخل كوبري الشرقاويه المنصوره، ده هيبقى المدخل الجديد بتاع المنصوره حضرتك، المدخل الجديد بيتعمل عنده كباري جديده اسمها يعني كولونجيل. اسمها كولونجيل. كولونجيل كوبري الشرقاويه. كوبري الشرقاويه تبع ايه يعني؟ تبع مركز ايه ولا تبع المنصوره؟ اسم تاني تبع المنصوره. المنصوره حي شرق. طيب انا بشكرك. حي شرق. حي شرق. بشكرك يا سامح، وشكرا لايجابيتك، وشكرا انك بعت لنا الصور، وشكرا انك رحت تقدمت البلاغات. وصلنا كده لاخر